علمت أنك تتلف الأموال في الميسر ولعب الأقداح، وهذا ما لا يحصل بك يا ابن العم. والله ما أكذبكم قولا، إني لا أفعل ذلك بعض الوقت، ولكن لماذا؟ لماذا يا عبد العزة؟ إن هناك وجوها أخرى لإنفاق وهي أولى بمالك من القمار. إن الإنسان يجهل أحيانا، وهناك أوقات لنا بين الغزو والصيد تصيبنا فيها السآمة والملالة، ولكن حين يستقر بي الأمر في الزواج لن أجد حاجة لذلك. هذا حسن، وحبذا لو أسرعت في ذلك. لقد جئت في شأن من هذا، وإن لي عندك حاجة يا أبا صخر. تمنى يا ولدي، تمنى، فإن كان يسعنا ما تتمنى فعلناه، وإلا فأنت منا، لا تطيق لنا ما لا نطيق. لقد جئت خاطبا يا عمه. أنت ابن العشيرة يا عبد العزة، وإن كان فيك من خير فهو لنا، وإن كان فيك ما نكره كنا أولى الناس أن نستره عليك، فلا بأس، ولكن الأمر في النهاية بيد الخنساء، فإن شاءت شئنا. هذا حسن، وإني لأرجو أن تفعل الخنساء، فقد علمت أنها ذكرت أبناء عمومتها حين ردت دريدا. إن لأبناء العمومة حقا لا نفتات عليه. هذا ما علمته فيك يا عمه. فأرح بالك إذن. وعلى كل، فقد قطعت الخنساء كل قول وردت دريدة، وأنت تعلم أن للخنساء رأيا لا ينازعها فيه أحد حتى أنا وأخواها. والله ما عرفناها إلا حصانا رشيدة الرأي، وإن من شأن القبائل الأخرى أن يطلبوا خنساء سليم، وإن من شأن الخنساء أن تردهم، فإنها في مكان يعلو عليهم. لو شئت يا والدي كفيتك الأمر، فذكرت عبد العزة للخنساء ونرى ما هي قائلة. على بركة الله. وما تقولين يا خنساء؟ إن عبد العزة ليس بالرجل الذي يطعن فيه، ولكن الرأي رأيك على كل حال. إن ابن عمي رجل طيب، ولا أقول إني راغبة عنه، ولكن ماذا يا أخي؟ أخشى أن أظلمه معي، فإن قلبي ما يزال معلقا في مكاني بين والدي ومعاوية وأنت، ولا أرى لكم صنوا بين الناس. بورك فيك يا خنساء، ولكنك صائرة إلى الزواج يوما، وهذا ابن عمك راغب فيك، فما نرده للنسب فهو منا بني سليم، وما نرده للكبر كما رددنا دريد بن الصمة، فإنه ما يزال في أوج رجولته. نعم، هذا حق. ولكني أصدقك القول، لا أجد في نفسي إقبالا على الزواج من أحد، وأحب أن أتملى من حياتي معكم. ماذا مع عبد العزة من قبيلة بني سليم؟ فلن تكوني خارج الديار، ولن تجدين أقل قربا منك. أخشى أن لا أكون الزوجة التي
التي يطمح إليها عبد العزة. وكيف لا يجدك كذلك وأنت خير نساء سليم، رجاحة عقل وحسن منطق وبعد نظر؟ ويكفي ذلك من المرأة لكي تكون حليلة رجل؟ وما بعد ذلك يطلب الرجال يا خنساء؟ إنني أنظر إلى نساء بني سليم فلا أرى أنني أحسن ما تحسن الواحدة منهن من فعل النساء، والله ما خرجت ومعاوية إلى صيد أو حرب إلا أحببت أن أكون معكما. وما يضير في ذلك؟ إن النفوس العالية تطمح إلى المعالي. ولكنني امرأة بعد ذلك كله، أليس كذلك؟ بل خير النساء، وأظن أن الخنساء تحسن أن تكون في بيت زوجها كما تحسن أن تكون في خارجه. أخشى غدا أن أجدني في بيت الزوج ونفسي خارجه، فلا يجد عبد العزة من نفسي إلا شطرا ضئيلا لا يكاد يصبر عليه. ليس ذلك إلا من أوهامك يا خنساء، ولسوف تجدين بيت زوجك رحبا كما تحبين. فما عهدنا عبد العزة إلا رجلا كريم النفس لين الجانب. ما ترى إذن يا صخر؟ ذكرت يا خنساء أبناء عمومتك مثل عوالي الرماح حين رددت دريدة. أخبر والدي أني أرضى بابن عمي زوجة. نعم، مررت عليها في طريقي إليك. وكيف وجدتها؟ لم تأخذ أهبتها بعد للجلوة، ما زالت الخنساء التي نعرف. ماذا تعني؟ عجيب أمر الخنساء، إنها مشغولة كعادتها في بعض الأعمال وكأنه ليس زواجها. على كل حال ما زال في الوقت متسع للجلوة ومثل هذه الأمور، فلما العجلة؟ إذا كان هناك متسع لجلوة الخنساء وهذا من شأن النساء والخنساء، فإن الرجال يستعجلونك لسباق الخيل، فذلك أكثر ما يهمهم من الأعراس. سيكون الفوز بيني وبينك هذه المرة. لقد زحمتك بفرسي على السبق في المرة الماضية، وعليك أن تبذل جهدا أكبر هذه المرة. لقد أحسنت تدريبها كل هذا الوقت. ما الذي تفعلين بحق السماء؟ اترك المشط من يدك، فالمزينة قادمة مع النساء للجلوة وسوف ترين من عملها فيك عجبا. رديها عن الباب حين تجيء، فلا حاجة لي بها. على رسلك يا خنساء، إنها جلوة عرسي، وهل يصلح ذلك دون المزينة؟ بل يصلح، ولن أحتاج إلى أفانينها، وما سوى ذلك أحسنه كما تحسنه. دعيني إذن. إن لك شعرا جميلا وافرا يا خنساء، ولكن قليلا من الدهن يجعله لامعا وكأنه السراج في الليلة المظلمة. لا أحب أن أفسد طبيعته. إن المرأة حين تتزوج لا تفعل بنفسها ما تحب، بل ما يحب زوجها. إذن فهي وفرسه سيان. ما دمت قد استغنيت عن المزينة فبماذا نبدأ؟ نبدأ ببعض الكحل وقليلا من الطيب. ولكن ماذا؟ الكحل يقوي البصر والطيب من الفطرة، ومع ذلك تكلف لا خير فيه. من يراك
يظن أنك خارجة إلى عرس غيرك. يظن أنني خارجة إلى عرسك. الأسود هو الرابح المعلق والأبيض هو الغارم، ما تقولون؟ كما تشاء. لنبدأ. أخرجوا القدح الآن لعبد العزة. غارمت من جديد يا عبد العزة. فليكن، تابع. طاب ليلكم أهل الدار. أهلاً أبا حسان. أراك وحيدة. دونك تلك الوسادة يا صخر، فاجلس. كنت عائداً من البر فرأيت الضوء في خبائك. أين عبد العزة؟ خرج منذ العصر ولم يعد بعد. ألا تجلس؟ أرى الهم في وجهك يا أخي، ألا تفصحين؟ ما عهدتك تكتمين عني خبرا. إنه ابن عمك يا صخر. لقد عاد إذن إلى الميسر ولعب الأقداح. كنت أظن الأخبار كاذبة. سمعت بذلك من قبل؟ نعم، ولقد أوحى إلي عبد العزة أنه سيترك ذلك حين خطبك. سأحدثه في الأمر على كل حال. لا تقل له إلا خيرا. ولكن لماذا عاد يتلف ماله فيما لا نفع فيه؟ لم يكن يفعل ذلك أول زواجنا، أما الآن كأنه الداء، ينام وقتا ثم يثور. وهل يحسن معاملتك؟ لم يفعل إلا خيرا، والله إنه لرجل كريم النفس، لم يقل لي كلمة واحدة تسوءني. ولكن ماذا؟ لا لعلي لا أحسن زوجة يا صخر. بل تحسنين يا خنساء، فأنت راجحة العقل رشيدة. لعلك تكتمين في نفسك شيئا يا أخي. كيف كان يومك؟ وكيف والدي ومعاوية؟ بأحسن حال. افتقدت مجلسي بينكم. ولكنك ترين بعضنا أو جلنا يوما بعد يوم. ليس كما كنا. حين كنت أجلس مع والدي فيحدثني عن أيامه، ومعاوية يمازحه ويمازحني، وأنت تضحك بين هذا وذاك. تتحدثين وكأنك قد خرجت من الديار إلى قبيلة أخرى. لعلك لا تجدين في بيت زوجك ما كنت تطمحين إليه يا أخي، أليس كذلك؟ لقد أحسن إلي عبد العزة، ولم أره يوما يجهل علي. ولكنك مع ذلك
لا تجديه دون ما تطلبين. وجدت نفسي أقيس قامات الناس إلى قامتك وقامة معاوية ووالدي، فلا أرى أحدا يطول إليكم ولا همة تلحق بكم. ما يحسن بك أن تقولي هذا يا أخي، فعبد العزى رجل كريم النفس، فارس من فرسان بني سليم. أنا لا أقول به شرا، ولكن دعك من لكن هذه، فأنت الآن زوجة، وللزوج حق على زوجته يحسن بها أن تؤديه له كما يحسن به أن يؤدي لها حقها. وغدا، غدا تصبحين أما، فيكون لك من عبد العزى ما يحسن الحال بينكما. أريده أن يكون مزيجا من جده وخاليه. هل تصدق يا صخر؟ أصدق ماذا؟ حين أحسست الحمل ظننت بنفسي الظنون. وما ذاك؟ لم أبتهج كما تفعل النساء. ولماذا؟ كان عبد العزى يحاورني في المكوث في الخباء وأن لا أنهض من الأعمال ما يرى أنه ليس من شأن النساء. وكان يدور بينكما الجدل. نعم. هل كان عبد العزى يحتد في ذلك؟ كان يرودني بالكلام الحسن، ولما أحسست الحمل رأيت أن عبد العزى لم يجد خيرا من هذا يرودني به. وظننت أنك لا تحسنين أن تكوني زوجة. أرقني ذلك طويلا. لا عليك يا أخي، بل تحسنين زوجة وأما وأختا. هل تراني هكذا فعلا؟ رأيت أول الأمر أن الحمل يبطئ بي عن ركوب الخيل إذا جد الجد، أو أردت الخروج إلى البر كما درجت أن أفعل، أطلي الجمال وأشتني الكمأة والورس من الأرض. وكيف تجدين نفسك الآن؟ مضى ذلك كله، انظر. صنعت له هذا. هذا حسن، ولئن أثقلك اليوم ما أنت فيه عما تحبين، فإن ولدك سيكون ردفا لخاليه ووالده، يرد عنهم الخيل ويخرج معه من الصحراء وينطلق إلى حيث أصبو، ويصل إلى حيث لا أستطيع، ويجد من الدنيا ما أحب أن أجد. لابد أن أمضي الآن، وسأبعث إليك بسلمى تؤانسك حتى يعود عبد العزى. القدح الأول لك الآن، قد فزت مرة أخرى. ليس الحظ معك الليلة يا عبد العزى. هل نتابع؟ ليس عندي مثل ما عندك من الحديث والأخبار، فللحياة عندي وجهة واحدة. وما هي؟ إنني زوجة صخر، أشيعه إذا خرج وأتلقاه حين يعود. إذن حدثيني عن صخر، فقد عرفته أخا لا يسمو إليه أحد. هل تصدقين يا خنساء؟ وددت لو أن صخرا يجهل أحيانا كما يجهل غيره. ويحك، كيف تطلبين هذا الشيء؟ لكي لا أرى نفسي دونه بكثير. أحب أن أراه يخطئ لكي أسوغ خطأي وتقصيري، ولكي لا أرى في عينيه اللوم والتأنيب. إنه لا يصرخ بي، وإن كنت أتمنى ذلك أحيانا، ولكني أرى في عينيه معان كثيرة لا يفصح عنها. وأنا أحب أن أرى عبد العزى لا يخطئ لكي لا أراه دون ما أحب. ليته كان كصخر. لعلك تذكرين له صخرا ومعاوية ووالدك كثيرا، فيمل ويغضب
لا أظن أني أقول ما يكره. وعلى كل، ماذا يضر أن تحدث المرأة عن أهلها بما فيهم؟ إن كنت ترينه دون ما تحبين، لماذا لم ترديه حين جاء في خطبتك؟ بل قولي أنت يا سلمى واصدقين القول، لماذا تمنعت على صخر وأبيت الزواج منه مرات ومرات؟ إنني امرأة تخطئ وأطلب من الحياة غير ما يطلب صخر، ولا أطمح إلا للأشياء التي تبعث في نفس السرور. لذا تمنعت على صخر خوفا من أن لا تبلغ عنده ما يريد؟ إن صخرا رجل دائم الخروج في طلب العزة والرفعة بين العرب، يصلح بين القبائل أو يطلب حقا مسلوبا، وأنا أطلب زوجا يلاعبني كما يلاعب طفلته. وعندما تعرضت للسبي وأنقذني صخر منه، فلم أجد بدا إلا أن أرد إليه فضله. والله إن هذا خير ما تؤخذ به النساء إلى بيوت الأزواج. شعرت أنني أصبحت حقا، ولحق لي أن أرده بعد ذلك. بل أنت يا سلمى امرأة محظوظة، وأنت يا خنساء لو عرفت فقط كيف تستميلين عبد العزة وتبدين له ما يحبه الرجل في زوجته. سلمى، ماذا يحب الرجل في زوجته؟ يحب أن تشهد له بقوته، بأن تظهر ضعفها له، بل أن تكون له ما يفتقده في حياته الخشنة من اللين والطراوة. ألا ترين أن الصحراء تتعشق الماء؟ ما بالكم؟ أراكم قد سكنتم، هيا بنا اضرب لنا يا صاحب. هيا. Thank you.
إذن فقد رجعت قبل أن يعود عبد العزة. نعم. كنت أتمنى أن تتجنب الخمسة ومثل هذه الأشياء. إنها مهمومة. حق لها ذلك. لا أدري، إنني لا أستطيع أن أفهم الخنساء أحيانا، ولكني لا أراها وعبد العزة من معدن واحد أو على مشرب واحد. لعلك قد صدقت يا سلمى، ولكن من شأن الأيام أن تقرب ما بينهما. ذلك ما نرجوه، ويجب على عبد العزة أن يذكر أن الخنساء بعيدة البصر والمرامي وليست سهلة العريكة كذلك. شأن الفرس الحرة الكريمة أو بقر الأرام لم تخلق للرباط. إذن فقد ضيعت مالك كله وتركتنا دون شيء. لا شيء، فليس لنا إلا أن نسف التراب منذ الآن. وما المال؟ وهل وجد المال إلا للإنفاق؟ لو كنت أنفقته للعائل والضيف وابن السبيل والمحروم لكان حسنا، ولكنك تتلفه في قداحك اللعينة. ذلك لأن المال هين عندي. وهو عندي هين أيضا. أما وجدت وجها آخر تنفق به مالك سوى هذه القداح؟ ما لعب القداح إلا من فعل السادة الكرام، بل هو الطيش والجهل والسفاهة. ألا تكفين عن ذلك يا ابنة الشريط؟ إنه مالي وأنا أتلفه كيف أشاء. وتترك بيتك الليل كله لذلك؟ ومتى كنت تطلبين وجودي في البيت؟ منذ أصبحت زوجا لي. نعم، قد أصبحت زوجا لك، ولكن هل أصبحت أنت كذلك؟ وماذا كنت إذن؟ وهل أحسن الآن غير المكوث في الخباء؟ إنك فيه ولست فيه، بل إن أحلامك تتجول خارجه. وهل اطلعت على أحلامي أيضا؟ ذلك ما لا يعرفه غيري. هناك أمور لا تدرك إلا بالفطنة، وما أنا بالغر الجاهل. ما أنت بالغر الجاهل، ولكنك تتلف مالك ووقتك في لعب الأقداح. ماذا تسمي هذا؟ كياسة وفطنة؟ أقصري عنك هذا يا خنساء، أنت الآن غاضبة، ولعلك تقولين قولا تلومين عليه نفسك فيما بعد. وأنت ألا تلوم نفسك على ما بدر منها؟ والله علمت أنك تلعب الميسر قبل أن أرضاك زوجا، ولكن صخرا طمأنني أنك تاركه. اسمع يا خنساء، أنا لست بالرجل الكامل، ولا أدري كيف تقيسين ذلك، ولكني أرى ذلك في وجهك كلما نظرت إليه، وما رأيت أحدا قبلك ينظر إلي مثل ذلك. لكني والله لست بالبخيل ولا الجبان، وما عرف الناس بي لؤما. أنا لا أقول هذا، ولو كنت كذلك لما أمسكتني في بيتك. وأنت في بيتي ولا أستطيع أن أمسكك. أطلبك فلا أجد منك إلا شيئا قليلا. إنك تتفوه بأشياء لا أفهمها. بل أنت أقدر الناس على فهمها يا خنساء، وما أظن ما أقول يخفى على فطنتك. ولكن غاب عن فطنتك أنت أن للمرأة حق في مال زوجها. هل تريد لطفلك أن يرضع الفقر غدا؟ إنك لصعبة القيادة يا خنساء. وأنت طائش اليد، وجدت الناس على عادة فحذوت حذوهم، وقع الحافر على الحافر. إنك حديدة اللسان، وأنا لا أحسن أن أثور بابنة عمي، وأنت الآن غاضبة. ولكن ما كنت أحب أن يحدث ذلك بينكما،
فأنت ابن العشيرة وابن العم يا عبد العزى، ما يسوءك يسوءنا، والخنساء هي خير نساء العشيرة، وقد أودعناها عندك درة ثمينة، فاجتهد ألا تضيعها. صدقت يا صخر، ولكن هل وجدت في الخنساء ما لا تحب؟ والله ما وجدت بها شرا، إنها كما قلت درة ثمينة. إذن لكنني أرى الخنساء قد ولدت لكي تملك لا أن تملك، إنها درة ثمينة، لذا فإنني أخشى أن أقصر في الوصول إليها فأقل عندها وعند نفسي. فابذل جهدا أكبر. إني لا أفعل ذلك يا ابن عم، لكن الخنساء كالأفق، تراه قريبا وهو بعيد، وكلما جريت إليه وقطعت دونه ظهور الخيل بدا لك كما كان بعيد المنال لا تطوله يد. ليس ذلك إلا من أوهامك يا عبد العزى. نعم، إن الخنساء طويلة العماد سامية النفس، هكذا أرادها أبوها، وهكذا أردتها أنا ومعاوية، ولكنها مع ذلك امرأة تنزع نفسها إلى ما تحب النساء. إن الرجل يحب أن تسمو زوجته به قبل أن يسمو هو بها. هذا أمر موكول إليك، مرهون بطاقتك. إني أفعل ما بوسعي، وأرى في هذا الأمر امتحانا لنفسي، وأي امتحان لم أتعرض لمثله في ميدان قبل ذلك. فكن على قدر ذلك. لكن الخنساء لا تفتأ تذكرك وتذكر معاوية وأباها، وأنتم من أهلي وخيركم خيري، ولا أحب أن أسمع عنكم إلا الخبر الطيب، ولكني أرى الخنساء لا تعدل بيننا. وهذا أيضا من أوهامك يا عبد العزى، فكف عنك ما أنت فيه. إن النفس إذا تألمت من شيء صورت الظنون، فنحن عشيرة واحدة، يد واحدة على خصومنا، جسد واحد في الخير والملمات. ليس الجسم كله شأنا واحدا، فمنه الرأس ومنه الأطراف. أقصر عنك يا عبد العزى، كلامك هذا يلقي علي عبئا ثقيلا، فأحس معه كأنني ارتكبت ذنبا في حقك وحق الخنساء. لا عليك يا صخر، لا عليك، فليس الذنب ذنبك، ربما كان ذنبي أولا وآخرا. لا بأس، ليس الأمر بالسوء الذي تظن، وغدا تقبل عليكم الأيام بحلوها، وهذا ولدك ينتظر الحياة في قرارة الغيب، فلا يرى منكما إلا وجوها صبيحة متآلفة. اذهب، اذهب وطمئن الخنساء أن مالي هو مالكم، وما ادخرت مالي إلا لمثل هذه الحوادث. فمل أنت أو الخنساء على مرابط إبلي، وخذا نصفها الأحسن. لا، لا يطيب لي ذلك يا صخر. بل تفعل كما أقول، ويحك، إن الخنساء أشق الروح، فلا تتردد. بورك فيك يا ابن عم، إنك كما تقول الخنساء. لا بأس عليك يا أبتي، اشرب هذا. بورك فيك يا خنساء. كيف تحس الآن يا أبتي؟ خيرا يا ابنتي، وهل يعلم من كانت الخنساء بجواره؟
لا تخشي علي شيئا يا خنساء، فما زال في بقية، إنما هي وعكة بسيطة أقوم بعدها كالجواد. لتسابق صخرا من جديد وتسبقه هذه المرة، وقد أسابقك أيضا، فأنا شديدة في السباق كما تعلم. ومع هذا أرجئي ذلك وقتا يا ابنتي، ثم نتسابق ثلاثتنا. أما يزال معاوية غائبا؟ بلى، في ديار بني عامر، لأن بيننا وبينهم مودة وصحبة من زمن بعيد. ألا تعودين إلى زوجك يا خنساء؟ إنني بخير يا ابنتي، وخادمي يكفيني ما أحتاج إليه. لا أظن أنني أجده في البيت الآن. تعنين لعب القداح والميسر؟ ألن يكف عبد العزة عن ذلك؟ لقد علمت أنه أتلف ماله كله في ذلك، وأن صخرا قد اقتسم معكما ماله أكثر من مرة. أشد ما يحزنني يا أبتاه أن زوجي يخل بالحقوق وصخر يسدها عنه. والله ما أحب ذلك يا أبتي، ولكن صخرا يصر علي. لقد كان صخر دائما كذلك، يسد الفرج عن الناس، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بأخته؟ ما أخاف يا أبتي إلا أن يكبر صخر عندي بقدر ما يقل عبد العزة، فلا يزيد الأمر إلا سوءا. إياك إياك يا خنساء أن تستعلي على زوجك بأخيك، فما هذا بالعمل الحسن، وليس على الرجل أشد من أن يرى زوجته تنظر إليه من عال. اذهبي الآن يا ابنتي، اذهبي راشدة، فلعل زوجك قد عاد إلى البيت، وما يحسن أن لا يلقاك فيه. هذا أنت يا صخر، كنا في سيرتك. تغتابونني؟ نعم نغتابك، فافعل ما شئت. دعها يا صخر، دعها تمضي إلى بيتها يا بني، فلو بدأتم الحديث الآن فلا ينتهي إلا مع الفجر. كيف أمسيت يا والدي؟ بخير يا بني، بخير. وكيف وجدت الخنساء؟ بل كيف تجدها أنت؟ لا أظن أن للكلام نفعا الآن. لا أظن ذلك، لقد ضاع المال للمرة الرابعة أو الخامسة، لم أعد أحسن العد. فنحن نعود للجدال. وما أنت فاعل الآن؟ إنها الرحلة يا خنساء. إلى أين؟ إلى حيث لا أدري، لم يعد لي مقام هنا. كل ما أريده الآن أن أحث فرسي في الصحراء لعلها تحتوي همي. أو تظن ذلك ينفع بشيء؟ الرحلة تنفيس للهم والكرب، وما الرحلة إلا ضرب من المقامرة. ليس ما وراء الكثبان غيبا لا ندري؟ من يدري؟ لعله حظ حسن أو حظ سيء. ليكن أي شيء، لا أريد إلا أن يفاجئني شيء،
أي شيء يتحرك على تلك الصحراء. الصحراء الساكنة الراكدة التي لا يملك أحد أن يحتوي أبعادها. وتترك الأهل والعشير؟ خير من أن يتركني الأهل والعشير فأكون بينهم كالبعير الأجرب. لا والله، لا تترك أهلك وعشيرتك حتى لو كان ذلك بأن أذهب إلى صخر وأطلب من ماله مرة أخرى. قد اكتفيت من ذلة الأخذ. إن صخرا رجل كريم، ولكني مللت أن أكون يدا سفلى. إن صخر لا ينظر للأمر هكذا، وعلى كل فإنه يعطي أخته. دعيني يا خنساء، دعيني دعيني أرتحل وأخلي المكان، فقد عرفت والله أني لا أصلح لك. وولدك الذي ننتظر، ماذا أقول له غدا؟ ارتحل أبوك وخلاك لأنه أتلف المال فضاقت عليه الدنيا، ولم أجد ما أثنيه به عن عزمه. امكث بين أهلك وعشيرتك حتى يقضي الله أمرا، وأنا أخرج لصخر فإنه أخي، ولا أرى غضاضة في أن يقسم لي من ماله. أنا لا أقول لك لا تعطيها شيئا. يا سلمى، إنني لم أصرخ في وجهك يوما، فبحق السماء لا تحمليني على الغضب. إن الخنساء أختي وأحب الناس إلى نفسي، فلا تعذليني في صلتها. لو كانت تلك حاجة الخنساء نفسها لما قلت شيئا، ولكن زوجها مقامر، وإن كان لابد من صلتها فأعطها أخس مالك، فإنما هو متلف والخيار فيه والشرار سيان. أعطيها أخس مالي؟ لا، بل والله خيره وأحسنه. والله لا أمنحها شرارها، وهي حصان قد كفت نعارها. ولو هلكت مزقت خمارها واتخذت من شعر سنارها. قد طلبتك يا خنساء، لما لا تجيبين؟ علمت أن عبد العزة قد ضيع الأموال من جديد وكان ينوي الارتحال. أترى؟ إن الخنساء أيضا يمكن أن تبكي. ظننتم أني كالصخر. لا عليك يا أخي، ليس في الأمر سوء. تعالي نقتسم الأموال، أليس من شأن الإخوة أن يفعلوا ذلك؟ لا، ليس بعد اليوم يا صخر. ولماذا؟ سمعت قول سلمى. تبا لها من امرأة. لا بالله عليك لا تقل شيئا، إن هذا يزيدني ألما وحزنا. لا تقل شيئا، إنها محقة فيما قالت، وما عاد الأمر يتسع لأكثر مما كان.
بل ما يزال يا خنساء. لا بالله عليك لا تحاول، قضى الأمر. ماذا تعنين؟ ما عاد لعبد العزة مكان في نفسي، انقضى الأمر الآن. ما هذا الذي تقولين يا خنساء؟ كما سمعت، حاولت زمنا طويلا أن أسوي بينه وبين المثال الذي أريد، انتهى الأمر الآن، ولا فائدة ترجى من المحاولة، مجرد أوهام. أتعنين؟ هذا ما كنت أخشاه. وما كنت أنا أتقيه بالوهم. ولكن يا خنساء، لا تنسى يا صخر أن الخنساء إذا عزمت على أمر فإن أحدا لا يستطيع أن يثنيها عنه، حتى صخر نفسه. لو كان المال ينفع في هذا فإن مالي كله. ليت الأمر كان كذلك يا معاوية، ولكنه أبعد من أن يقربه المال. لو أن عبد العزة ترك لاعب القداح فربما كان الأمر أهون. وليس هذا أيضا يا والدي، ليس هذا لب المشكلة. صدقت يا صخر، بل هو قشرتها الظاهرة. يحزنني والله أن يؤول الأمر إلى هذا. إن الخنساء هي أختنا الوحيدة، وكنت أقطع الصحراء طولا وعرضا لكي أجنبها ذلك. ليتنا كنا نستطيع أن نفعل شيئا، ولكنني رأيت الخنساء وعرفت ما في نفسها من العزم. فماذا إذن؟ الفصال إذن يا ابنة الشريط؟ نعم، إنه الفصال يا ابن العم. الله لا ألومك يا خنساء، فلم أكن لك كما كنت تنشدين، لكن لو أنك تركتني أرتحل كما كنت أبغي. لا لا يا ابن العم، وإن كنت تقبل لي طلبا الآن فإني أسألك أن لا ترتحل، ولتبقى مع أهلك وعشيرتك. كنت ابن عمي قبل الزواج، وستظل كذلك بعدها، ولا أحب أن تفتقدك العشيرة، فابقى رتفا لها بورك فيك. سأفعل يا ابنة العم، سأفعل.